بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنتكلم على جملة من جمل التكرار، جملة مهمة اسمها ريبيت. لذيذة جملة ريبيت، كل فكرتها بس بقول ريبيت وبحدد عدد المرات اللي أنا عايز أكرر فيها الأوامر وخلصنا. خلاص ما لهاش دعوة بقى ولا في عداد ما فيش عداد، أو هي بتكرر اللي في يعني المحتوى بتاعها بعدد المرات اللي أنت ذاكرها لها بس وخلاص. يعني قلت له هنا ريبيت وقلت له إيه 10، سيبك من كلمة تايمز دي بس عرض. قلت له ريبيت وكتبت ما بين قوسين 10. خلاص قلت له ايه ال10، لا ايه الحاجه اللي هتتنفذ 10 مرات؟ قلت له ويلكم تو كوتلين مثلا. يبقى كده ويلكم تو كوتلين دي مفترض تبدا تطبع معايا 10 مرات. في ايرور، يعني ممكن يكون الايرور بسبب ان احنا الايرور طبعا ظاهر هنا. لا مفيش، انا بس القوسين بتوع الريبيت، حط الاقوال بتاعت الريبيت مظبوط. ادي ايه ريبيت وما بين قوسين 10، والحته دي اللي عايزك تعمل لها ريبيت. لاحظ ان ايه اللي حصل، ويلكم تو كوتلين طبعت مره 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام، طبعت 10 ايه 10 مرات. دي الجمله ببساطه، دي جمله الريبيت ببساطه. خلاص ممكن نقدر نستخدمها في ان احنا نطبع مثلا من 1 ل 10 او حاجه زي كده. عادي جدا، هوريك برده مثال، نحمل مثال تاني نجرب فيه الريبيت، نخليها تطبع من 1 مثلا ل 10، وطبعا بنفس الطريقه نقدر نشتغل فيها زي ما احنا عايزين. الفكره بتاعتها ازاي؟ انا اخدت كده كوبي من الدو وايل، ومفيش مشكله هشيل كل الكلام ده خالص. انا هقول له عايز اعمل ريبيت 10 مرات ليه، اعرف طبعا الفاريبل الاكس طبعا اللي انا العداد بتاعي اللي انا عايز اطبع عليه. ف هعرف الاكس بواحد، وادي الريبيت 10 مرات، وكل مره هيطبع لي الاكس، وكل مره الاكس يزيد بواحد بس وخلاص. انا مش هقول له تقف عند 10 ما تقفش عند 10. هو اصلا بقى هيعمل الامر ده 10 مرات وخلصنا على كده، لكن هو مش هيعمل اكتر من كده. فكل مره انا بزود له اكس بواحد فما عندوش مشكله. طبعا هيطبع معانا المفروض 10 مرات اللي هي من 1 لغايه 10. طبعا الستيب هتزود الاكس، اللي عايز تمشي بالمقلوب هتنقص في الاكس، هتعمل اللي انت عايز تعمله، هو ملوش دعوه، هو بيريبيت على عدد المرات اللي انت ايه محددها له. دي كانت جمله الريبيت، وده كان اخر استراكشر عندنا في اللوب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.